مرحبا بكم، ان شاء الله تكونون بخير بصحة وبسلامة. اليوم الفيديو طبعا تأخر شوية، سامحوني، بس كنت محضرة فيديو مختلف وما قدرت يعني انزله لأسباب تقنية فنية، فان شاء الله مرة ثانية انزل الفيديو الاصلي. فحبيت اليوم أشارك وياكم شغلات ثانية مصورتها سابقا لكن ما نشرتها، وهي تزيين سفرة الطعام أو طاولة الطعام بالمطبخ بشكل مختلف عن المعتاد. طبعا مثل ما تشوفون اعتمدت على الألوان الموجودة في مفارش الطاولة، الألوان الفيروزي والأزرق والأصفر مع بعض الديكورات الموجودة في البيت، وأضافت الورود الزهور من الحديقة، أضافت لمسة حلوة مع بعض الأكلات. هشارك وياكم أكثر الأشياء اللي حبيتها واللي يعني صورتها من سويت هذه المفارش على الطاولة. فهنا نشوفون الريوق والغداء والعشاء، وهذا الغداء كان في أحد الأواني الخاصة بالتقديم في المطاعم أو الأوبن بوفيه، وهو مريح جدا للعائلة. يعني أني حبيته جدا لأنه بايركس هو نفسه ممكن تعمل الأكل وتقدمه، وفي أغطية وفي من تحت الشموع اللي بقي على تحت يعني بالحرارة، محتفظ بالحرارة، ما تحتاج تحمي الأكل حتى لو تركته على الطاولة. وطبعا أحلى ما في الموضوع إنك تتناول الأكل الطيب على ضوء الشموع والورود الحلوة والمشاوي اللذيذة. فإن شاء الله عجبكم. وآخر شيء هو طبعا الشاي، وأطيب ما يكون الشاي بالنعناع. فهذا الفيديو قصير حبيت أهدي لكم، وشكرا لمتابعتكم وكل الدعم والتشجيع منكم. مع السلامة.